أزمة مياه حادة تعرفها منطقة بلهوشات ببير العرش بولاية سطيف. الناس هنا ينقلون الماء على مسافات بعيدة بهذه الطريقة البدائية. ما كانش منين تشرب لي ولا هز البدون، يجري اللي عنده دابة كيما هكذا مسكين هاو يجري بها، واللي ما عندوش ثاني كيف بيديه هز بادم بيديه ويجري. خسر الماء واحد، الحوايج كل والله اللي نروحوا ليه ساعة يمدونا الماء ساعة ما يمدوناش، كل ما كان السيدة اللي نملاو مدهول وما كانش الماء. الناس راهم في عالم يلض على البطون يجيه الماء، وإحنا فوق الدابة وما لقيتوش منين تجيبو. هذه المعاناة عمرت طويلا بمنطقة بلهوشات، وأهل المنطقة لا زالوا يحلمون بحنفية يتدفق منها الماء. عندنا 30 سنة وحنا في الماء هذا ما كان لا ما لا والو، 30 سنة المير اللي يجي نروحوا ليه نشكيو ليه يقول غدوة غير غدوة. عندنا ذاك نار ميت ما قلناش بخسلوه، ما كاش الماء منين. بالنسبة للسلطات المحلية هناك مشروع لرفع هذه الأزمة. الخزان راهو مازال الأشغال قائمة به، ناري خلاص الخزان تاع بلهوشات، نكونوا احنا خلصنا ان شاء الله لو ريزو ولحقنا القنوات للمساكن تاع المواطنين، يكون خزان خلاص. نقول للمواطنين ان شاء الله راهي تروع عليكم الازمه تاع المياه هذه. في انتظار تجسيد هذا المشروع تبقى المهمه موكله للاحمره من اجل الظفر بقطره ماء.